السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جوكمينيك تي في، قناة جوكمينيك تي في للفهم والاستيعاب على اليوتيوب. إذا تتمنى لجميع تلاميذ أول باكالوريا النجاح والتوفيق في الموسم الحالي إن شاء الله واجتياز الامتحان الجوي المقبل بكل نجاح وتفوق. إذا تنقدم لكم هذا الفيديو الخاص بشرح بتفصيل الأسئلة المتعلقة بالامتحان الجوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا جميع الشعب دورة يونيو 2017 لجهة مراكش أسفي. إذا سوف نتطرق بكل الشرح وتفصيل الأسئلة المتعلقة بهذا الامتحان الجوي، وفي فيديو آخر سوف نتمكن من إجابة على هذه الأسئلة ونوريكم الطريقة كيفية الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالامتحان الجوي الموحد لمادة اللغة الفرنسية. إذا تتمنى الجميع النجاح والتوفيق إن شاء الله في الامتحان الجوي خصوصا المادة الفرنسية والحصول على نقطة متميزة للغاية. إذا تابعونا وشاركوا في قناتكم قناة جوكومينيك تي في للفهم والاستيعاب جميع التلاميذ المغرب. إذن في الأول سوف نتطرق إلى إتود دو تكس تقريبا عليه 10 نقط. إذن بالنسبة للأسئلة الأولى تسمى كونتكستياليزاسيون دو تكس، أي المفهوم العام ديال الرواية، أسئلة متعلقة بصفة عامة بالرواية ديال لاباتي مافي. دائما في السؤال الأول تقترح لكم جدول طابلو فيه مثلا تيتر دو لوفر دو اكستراي سو تكست، فيه مثلا نوم اي برينوم دو لوتور، جونغ ليتيرير دو لوفر، دات دو با دو بوبليكاسيون، دات دو بوبليكاسيون، دات دو باريسيون. اذا كيف تعاملوا مع هاد النوعيه ديال الاسئله؟ خاصكم تردوا بالكم بان لوفر اللي كاين عندكم في الامتحان اغلبيه تكون عندكم لا بواط ميرف، بارفو يكون عندكم لابواط، بارفو يكون عندكم لو ديناج كونداني، بارفو يكون عندكم انتيغون، على حسب الرواية اللي تتفضل تكون عندك في الامتحان الجاي. يعني غوكوبي كومبليتي لو طابلو سويفون، تيتر دو لوفر دو اكستراي سو تكست، معنى العنوان ديال الرواية، دو اكستراي سو تكست معنى منين استخرج هذا النص، يعني دو اكستراي سو تكست، دو اكستراي سو تكست معنى منين استخرج هذا النص، يعني تيتر دو لوفر. المهم عندك هو خاصك تفهم العنوان ديال الروايه، يا اما الروايه لا بوت لا ميرفي، اما انتيغون، اما ديرنج كونداري. نو اي برينون دو لوتور، نو اي برينون دو لوتور اسم هو كذلك النسب ديال الكاتب، ذكر الاسم ديالو بصفه عامه. جونغ ليتيرير دو لوفر، جونغ من النوعيه ديال هاد الروايه، واش هي عباره عن بياس دو تياتر مثلا تراجيدي، واش هي عبارة عن بيوغرافي، واش هي عبارة عن ان اوتوبيوغرافي، واش ان روم اوتوبيوغرافي، واش رومو اتيز. هنا خاصك تميز ما بين ان اوتو رومو اوتوبيوغرافيك، ما بين لا تراجيدي، ما بين رومو اتيز، خاصك تميز بيناتهم. كل رواية عندها نوعية خاصة بها، جونغ ليتيرير دو لوفر معناها النوع ديال الرواية، ميمكنش تكون عندها جوج انواع ثلاث انواع، نو كاين نوع واحد، كل رواية عندها نوع واحد. اذا دات دو بوبليكاسيون على تاريخ الاصدار ديالها، هذه معلومات عامة او بطاقة التعريف ديال الرواية اللي كاينة عندكم في الامتحان الجوي، خاصكم تعرفوا كيفاش تعاملوا معها وتحصلوا على نقطة غراتويتمون، معنى مجانية، النقطة مجانية. تيتر دو لوفر دو اكستراي سو تكست، نو اي برينو دو لوتور، جونغ ليتيرير دو لوفر، دات دو بوبليكاسيون، هادي تتبان ليا نقط، دي النقطة الأولى نقطة مجانية حقيقة. بالنسبة للسؤال الثاني متعلق بلاسوسياسيون دو باساج، حنا تنتكلمو دابا على كونتكستياليزاسيون دو تكست. بالنسبة للسؤال الثاني دائما تتعلق حول لاسوسياسيون دو باساج، إذا كيفاش يمكن لكم تعاملوا مع هاد النوعية ديال الأسئلة؟ بارفوا يكون عندكم الاختيارات A ou B ou C، ça veut dire les options A et B et C. Certes, l'option, certes, l'option de monnaie. Parmi les faits suivants, un a eu lieu avant ce texte. A, un a eu lieu avant ce texte. C'est-à-dire la situation du passage.
Parmi les faits suivants, un a eu lieu avant ce texte. Lequel? Omsid, les élèves fêtent le jour de l'Ashura en récitant des versets coraniques. Ou là, l'Aïcha rend visite à la mère de Sidi Mohamed. Ou là, le narrateur personnel Sidi Mohamed accompagne son père chez le coiffeur. Idem, خاصكم ولا بد تقراو هذه الرساله هذه قراو بيان سور هذه الروايه هذه هذا الاكستري ولا بد تقراو هذا الاكستري بشكل جيد هذا النص من بعد تحسموا بالضبط على سيتياس دو باساج واش هو ا ولا بي ولا سي هذا ما يتعلق بلا كونتكستواليزاسيون دو تيكست سوف اعيد كونتكستواليزاسيون دو تيكست عليه جوج نقاط اول نقطه متعلقه بواحد الطابلو واحد الجدول هي نقطه مجانيه ونقطه ثانيه متعلقه بلا سيتياسيون دو باساج كيفاش يمكن لك دير لا سيتياسيون دو باساج يمكن لك غير تقرا الروايه تقرا هذا ليكستري دو هذا ليكستري اللي عندكم هنا في الروايه في الامتحان الجهوي تقراه بشكل جيد وتعرف التموقع ديالو في الروايه التموقع ديالو في الروايه شنو هما هنا مازال عطينك تقريبا ثلاثه الاقتراحات تختار الاقتراح اللي تيكون مناسب لك اقتراح اللي تيجي قبل من هذا ليكستري اذا خاص تعرف بان لا سيتياسيون دو باساج هي واحد الحدث اللي تيجي قبل من حدث رئيسي بياسر اللي تيجي قبل من هاد التكست اللي عندكم في الامتحان الجاوي داكوغ اذا خاصكم تردوا بالكم في هاد النوعيه ديال الاسئله وتحصلوا على جوج نقاط اذا ننتقل الان الى اناليز دو تكست والحصول على سته نقاط اخرى ابقوا معنا En vous référant au texte, vous répondez par vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. Et d'un hadith, l'idée de l'analyse du texte ou le bahth à la citat noqat. En vous référant au texte, vous répondez par vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. Adnan, Sidi Mohamed n'est pas pressé d'aller à l'école. Est-ce que c'est vrai ou faux? Sidi Mohamed doute fort que le mendiant soit aveugle. Vrai ou faux? Et d'en dégager du texte une phrase qui justifie chacune de vos réponses. Et d'en voilà, vous extrajez maintenant la phrase qui s'appelle Andelk. Ou Sidi Mohamed vraiment n'est pas pressé d'aller à l'école. Ou Sidi Mohamed doute fort que le mendiant soit aveugle. Et d'en خلال القراءة الجيدة للنص غادي تمكنوا من الجواب الصحيح ديال هذا السؤال هذا الخاص بالفهم. كاين سؤال ثاني خاص بالفهم هو السؤال الرابع لابيل دان مونديون نوز اريفي دو لا Le pronom personnel souligné dans cette phrase, l'appel d'un mendiant nous arrivait de la rue. Le pronom personnel souligné dans cette phrase, employé dans l'avant-dernier paragraphe du texte, remplace-t-il le narrateur personnage, c'est-à-dire Sidi Mohamed et sa mère, le narrateur personnage Sidi Mohamed et son père, le narrateur personnage Sidi Mohamed et un de ses camarades du Msid, etc. إذن تختاروا بيسير واحد من هاد ثلاث جمل أو ثلاث اقتراحات pardon ثلاث اقتراحات واش فعلا جملة هذه لابيل دان مونديون نوز اريفي دو لا روي واش تتمثل لو برونو نو لو برونو بيرسونيل سولين دون سيت فراز امبلوي دون لافون ديرني باراغراف دو تيكست رمبلاستيل نو بالخصوص واش نو ناراتور بيرسوناج اي سا مير لو ناراتور بيرسوناج سيدي محمد اي سان بير لو ناراتور بيرسوناج اي ان دو سي كاماراد دو مسي المعروف بان لو ناراتور بيرسوناج هو سيدي محمد اما لوتور هو احمد صفريوي قالك بالنسبه للسؤال الخامس غير غولفي دون لو تيكست كاتر مو او اكسبرسيون غروب دو مو ابارتون او شو ليكسيكال دي سومي دائما تيعطيو هذا السؤال هذا حول الشون ليكسيكال الحق اللغوي اذا تحاول تستخرج من نص أربعة الكلمات الدالة على النوم مثلا ولا أربعة الكلمات الدالة على السعادة مثلا يجب عليكم أن تفهموا جيدا السؤال إذا غولفي دون لو تيكست معناها خصك تستخرج من النص أربعة الكلمات أو التعابير التي تنتمي إلى الحق اللغوي الخاص بالنوم هذا من بين الأسئلة ديال اللغة كاين السؤال السادس هو متعلق باللغه لوكال دي زارغيمون سويفون دو مات دو لا مير لوكال دي زارغيمون سويفون لا مير امبلواتيل بور انكوراجي سون فيس دي محمد ازو ريفي اسي فويت السؤال السادس اعتذر هذا خاص بالفهم كذلك
إذن لوكال دي زارغيمون، إذن من بين الحجج التالية اللي استعملتها الأم لكي تشجع الابن ديالها سيد محمد على النهوض من النوم. واش بورتي دو نوفي لابي على لوكازيون دو لا فيت دو لاشورا ولا بارتيسيبي على فيت دو لاشورا en compagnie de ses camarades, ou là se frotter violemment la figure et les paupières. Bon, il y a une recouper la bonne réponse et dégager dans les premières lignes du texte un énoncé, phrase ou partie de phrase qui la justifie. أما نبين لكم هنا دائما خاصكم تقراو السؤال من احسن زيد. اذا غوكوبي لا بون ريبونس اي ديجاجي من غولوفي دون لي بروميير ليني دو تيكست ان انونسي من واحد التعبير فراز او بارتي دو فراز كي لا جوستيفي. كاين السؤال السابع قالك تروفي دون لو تيكست دو زيكزامبل دو فراز مونطرون لا لو كاركتير كوميك دي زابي. اذا خاص تستخرج من النص جوج الأمثلة اللي متعلقين بلو كاركتيريستيك كوميك معناها الشكل الهزلي ديال اللي زعما بورتي بار سيدي محمد لوغ دو لا فيت دو لاشورا. هاد السؤال السابع سؤال خاص بالفهم، استخرج من النص واحد التعبير واحد المثال أو مثالين ديال لاسبي كوميك لو كاركتير كوميك دي زابي. ألوغ غوكوبي أو كومبليتي لو طابلو سويفون. Parfois, tu as tout comme maintenant je dois le faire les figures du style. Tu écoutes comme énoncé, mais les jumelles, je nageais un bon moment dans une lumière rouge, la djellaba blanche qui dormait au fond du coiffe de ma mère. Donc, je nageais un bon moment dans une lumière rouge, c'est une figure du style. D'accord? Aucune tenue, la djellaba blanche qui dormait au fond du coffre de sa mère. C'est une figure de style. إذن طرقوا الأجوبة إن شاء الله في فيديو خاص كيفاش يمكن لكم تجاوبوا بشكل جيد على هذه النوعية ديال الأسئلة. إذن لدينا في إتيود دو تيكست 10 نقاط و 10 أسئلة. سؤالين أولين متعلقين ب contextualisation de texte. في الأسئلة اللي تكون في الوسط تكون متعلقة بالأسئلة خاصة بأناليز دو تيكست أو تحليل ديال النص. أسئلة ديال الفهم كذلك الأسئلة ديال اللغة. إذن في الأخير سوف نتطرق إلى ما يسمى برياكسيون فاسو تيكست. إذن هناك سؤالين 9 و10 ومن مهمين جدا باش الحصول على نقطتين. كيفاش يمكن لك تحصل على نقطتين؟ خاصك تفهم بأن طريقة الإجابة ديال 9 و10 تختلف تماما عن طريقة الإجابة ديال الأسئلة ديال contextualization text أو طريقة الإجابة ديال أسئلة متعلقة بأناليز دو تيكست. إذا لكي تستوعب بشكل جيد لاحظ معايا ليكزامبل التاسع أو المثال التاسع مو فوالا دوفوني أن أوتر أوم. إذا هذه تتسمى بين مزدوجتين واحد الفكر معين يدي المو فوالا دوفوني ان اوتر اوم. قالك بونسي فو. هنا في هاد النوعيه ديال الاسئله دائما تيطرحوا لكم بحال الشكل هذا بونسي فو ايت فو داكور. اذن هذه تعني الرد الفعل ديالك، تبغي تيستيو الرد الفعل ديالك، تبغي يختبروا الرد الفعل لا رياكسيون فاس التاكس. اذن بونسي فو كوم اكسبريمي دون سيت فراز كو بورتي دي زابي نوف élégant puisse changer un individu et lui donner plus de valeur. Et dans le cas de film, je ne vois le maqsoud. On a un question qui te demande ton avis. Et dans je veux comprendre, je ne vois la problématique qui est là. Quelle pensez-vous comme exprimer dans cette phrase que porter des habits neufs. Attends. Là, nous avons les mots clés. Des habits neufs, donc c'est moi les mots clés. Que porter des habits neufs élégant puisse changer un individu. Et dans l'insane, fait le best libre, c'est mieux. Tireront من الفرد تغيرهم الشخصية lui donner plus de valeur ou alors قيمة. Justifiez votre réponse en une phrase ou deux. Et dans une phrase ou deux. Justifiez votre réponse une phrase ou deux. Tel matin, je te ramène deux phrases.
إذا ما تطولش بزاف غير اون فراز او دو. سي دون مثال العاشر، سي دون سو تيكس، سي دون سو تيكس سيد محمد a de la difficulté à se réveiller à 4 à quitter son sommeil. Pardon. Si dans ce texte, c'est de Mohamed a de la difficulté à se réveiller et à quitter son sommeil, c'est parce qu'il est un rêveur. Et donc, il dit où jette Nadar. Il dit Fikra a où jette Nadar a aura imoyen del chars moyen. Donc, si dans ce texte, c'est de Mohamed a de la difficulté à se réveiller et à quitter son sommeil, l'ardo maïda imel a donc les mots en gras, a donc les mots clés. C'est dans ce texte, c'est de Mohamed a de la difficulté à se réveiller et à quitter son sommeil, c'est parce qu'il est un rêveur. Êtes-vous d'accord? دائماً لاحظوا معي جيداً، دائماً في السؤال التاسع سؤال عشر في الامتحان الجاوي دائماً تطلبوا منكم الرأي ديالكم. Êtes-vous d'accord avec cette observation? Justez votre réponse en une ou deux phrases. C'est le même exemple pour neuvième question. إذن هذه هي النوعية ديال الأسئلة اللي تتكون عليها جوج نقاط باش تحصلوا على 10 نقاط في ليتود دو تيكست زيادة على برودي سكريت، غتحصلوا على نقطة فعلا خرافية. إذن سوف نتطرق في فيديو لاحق إن شاء الله باش ما نطولش عليكم، سوف نتطرق في فيديو لاحق إن شاء الله كيفية الإجابة على هذه النوعية ديال الأسئلة والتصحيح ديال التصحيح بالتعليق على هذا الامتحان الجاوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2017 جميع الشعب مادة الفرنسية جهاز مراكش أسفي. كان معكم يوسف دلال من خلال قناة جوكومينيك تي في للفهم والاستيعاب مادة اللغة الفرنسية الخاصة بالأولى بكالوريا. على الجميع الاشتراك في هذه القناة هذه جوكومينيك تي في للفهم والاستيعاب إن شاء الله باش تستفدوا كذلك باش تستوعبوا من المحتوى ديال القناة. إذن إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم سوف نطرق بتعليق على الأجوبة وكيفية الإجابة على هذه الأسئلة، تعليق على الأجوبة وكذلك كيفية الإجابة، نطرق للطريقة ديال كيفية الإجابة على النوع ديال الأسئلة الامتحان الجاوي للاستعداد بشكل جدي الامتحان الجاوي المقبل إن شاء الله والحصول على نقطة خرافية لتتمناها جميعا. إذن إلى اللقاء.